يقول: هل من نصيحة للنساء وأولياء أمورهن حول استخدام النقاب الذي يلفت انتباه الرجال، خاصة النقاب الواسع الذي يظهر جزء من الوجه والعينين؟ على المرأة أن تستر نفسها عند الرجال سترا كاملا لا يظهر منها شيء، هذا الواجب عليها. والنقاب الذي يتخذ الآن هذا ما هو بنقاب، هذا دعاية فتنة وشر، فعلى المسلمة أن تتجنب هذا النقاب، تبتعد عنه وتبقى على الحجاب وعلى الستر، فهذا هو الذي يجب عليها. أما التساهل في إبداء الزينة شيئا فشيئا، هذا الشيطان، هذه خطوات الشيطان، يتدرج مع الإنسان أول النقاب، ثم بعد ذلك كشف، ثم بعد ذلك اللثام، ثم بعد ذلك كشف الوجه كاملا، ثم بعد ذلك كشف الصدر. والشيطان ما يقف عند حد. على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحافظ على حجابها. نعم.